هاد الحصه هي 3-0 اللي غادي تخلينا نتربعوا على الراس ديال المجموعه ونكونوا باش ان شاء الله ذاك الاياب يكون في كازا نتأهلوا ان شاء الله ربع النهايه وديما الاياب يكون عندنا هنايا باش نكونوا مرتاحين وش نقول لك اختي وانا شي انتصار اليوم اللي نفرحوا الجماهير كامله داك فريق الواد واحد كمجموعه كاين لعبه الحمد لله اللي يدخل غادي يقضي الغرض كاين الاصباحي كاين لعبه اخرين وكل شيء كيبقى المدرب سكيتيوي اول مباراه للسكيتيوي مباراه سكيتيوي مسكيتيوي كتعرفوا انا سكيتيوي كاين عنده خطه هجوميه 100% وما عندوش لعب اللور كيلعب الشبكه ان شاء الله غادي نربحوا ولكن خصنا مدرب كبير باش نديو الشامبيونز ليغ مع التوصيم يمكن مع هذا مع سكتيوي عبد الهادي صعيب هو مدرب ولكن ماشي حتى الشامبيونز ليغ كتبغي الحرفه هو ما عندوش الحرفه ديال الشامبيونز ليغ نقاش غائب نقاش غائب راه كاين صلاح الدين يلعب غير بوحدو في ذاك الميليو غادي يحرر كيتشيوي كيبان لي المقابله ديالو غتكون صعيبه بعدا كاين هذه هي اول حاجه تكون صعيبه عليه مع اول مقابله في الشامبيونز ليغ هو ديما كيلعب غير على الشامبيونه هو كيلعب كره ما كيلعبش على النتائج بزاف وبالنسبه للنقاش كاين اعرب نعم اعرب مرومبلاسي ونعيب اعرب يعني واخا تجربه في الشامبيونز ليغ في العام اللي فايت ومع الوداد مزيان ديما وداد كنظن انه الوداد غتدخل متحمسه باش تلعب المباراه على اساس انها لعبه في كازا تدخل باش تهاجم نتمنى من سكيتوي مع انه اول تجربه ليه نتمنى انه يكون موفق ويجيري ليكيب ديالو كوم يلوفو غياب ديال النقاش هو غياب مؤثر على الوداد لانه كنعرفوا الدور اللي كيلعبوا النقاش في وسط الميدان تحيه وداديه كنموت على الوداد وديما وداد واليوم ان شاء الله غنربحوا بجوج زيرو وهذا ما كاين وديما الروح الرياضيه هي اهم حاجه في المقابله حنا بغينا ندخلوا سالمين ونخرجوا سالمين هذا هو الاهم اما الكره انتصار هذه خسران ماشي مشكل ولكن غنربحوا باذن الله ديما وداد تبارك الله ان شاء الله اختي ماشي مشكل عندنا كاينين بزاف ديال الدراري بحال كاين السعيدي كاين بزاف لي رومبلاسو في بلاصه النقاش والتوقع ان شاء الله الفوز بنتيجه بجوج زيرو ان شاء الله ان شاء الله 3-0 باش غتكون؟ ضروري ديما رابحين هنايا ومباراة ديما تكون زوينة ان شاء الله بالنسبة لسان داونز ما مشي شي فارقة